سيطر على الكرة الآن. كرة تتمرر إلى زوري، قصيرة وتنقطع، تذهب إلى أرفن. أرفن أرفن يمرر إلى ماثيو ليكي. ماثيو ليكي أرفن من جديد، تنقطع إلى أرون موي. أرون موي إلى ماثيو ليكي. ماثيو ليكي يلعب الكرة عرضية وكرة تنقطع بالرأس. برافو لبريف. تعود مرة أخرى إلى الخيبري. الخيبري يمرر الكرة إلى الجانب إلى يحيى الشهري. يحيى معر. يحيى يمر من الجهة البعيدة. يحيى يمر، يحاول يمر الآن. ماشي يحيى، ماشي يحيى. يحيى يلعب كرة طويلة خطرة والكرة ملعوبة لسهلاوي، وهدف التعادل. هدف التعادل يسجل محمد السهلاوي. محمد السهلاوي يسجل هدف التعادل بعد جملة تكتيكية جميلة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع، الدقيقة 46. محمد السهلاوي يسجل الهدف 28 دوليا في 31 مباراة، وهدف الشخص الثاني في مشوار التصفيات. يسجل في شباك استراليا بعد أن سجل في شباك تايلاند. كرة جميلة بالرأس وعلى الطائر يلعبها، يلعبها على الطائر السهلاوي ويضع الكرة في شباك الحارس ماثيو ريان، ويدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل ضايع من شوط المباراة الأول. 2 استراليا، 2 المملكة العربية السعودية، وبالتالي تخرج في شوط المباراة الأول متعادل بهدفين، أفضل مما تخرج متأخر بهدف. 2-2 الآن. 2-2.